أخت سائلة بتقول هل يجوز للزوجة أنها تعيش مع زوجها وهي زعلانة منه أن هو ضربها ضرب مبرح؟ لها ان تزعل تغضب، ايه المشكله؟ تغضب يعني مش تغضب تسيب البيت وتمشي، اللي هو يعني الزعل تاخذ موقف لا مانع، لكن في حدود الشرع. اذا هو تجاوز عن الشرع ما تبقاش متجاوزه، لا قاعده بقى سيئه فيها، ولا اكل ولا شرب ولا اعمل حاجه ولا كذا ولا حقوق، لا يعني لها العتاب، لها ان ترضى في ذلك. ترضيه المراه في هذه الحاله الزوجه مطلوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعني سيدة عائشه بيقول لسيدة عائشه اني اعلم ان كنت راضيه عني ام غضبه، بعرف انت راضيه ولا غضبانه، ان كنت راضيه تقولين لا ورب محمد، لما تيجي تحلف يعني، وان كنت غضبه تقولين لا ورب ابراهيم. فقالت والله يا رسول الله يهجرك الا اللسان، بس اللسان، لكن القلب لا، ما فيش هجران ده، والزعل ده موجود طبيعي، يعني حال بشرية والزوجية لا تخلو أبدا من مشكلات ومنغصات مهما بلغ فضل الناس المتزوجين. بيت النبوة نفسه صلى الله عليه وسلم كان فيه خلافات، حدث السيدة عائشة تغار فتكسر الطبق بتاع السيدة يعني صفية، نساء النبي يطلبن التوسعة في الحياة، وينزل آيات إن كنت تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكنا وصرحكنا صراحا جميلة، معناها في نفس بشرية. بيوت الصحابة نفسهم، سيدنا عمر رضي الله عنه لما راجل راح له يشكوله من زوجته، فسمع صوت زوجة سيدنا عمر عالي عليه، فالراجل جاي يمشي، سيدنا عمر ناداه لحقه، راح فين؟ قال له راح فين يا عم، يعني انا جاي اشتكي لك من زوجتي، لقيت زوجتك صوتها اعلى من زوجتي. فقال له يا فلان انها ام لابنائي، حاصنه لفرجي، غسله لثيابي، طاهيه لطعامي، افاذا ما غضبت افلا اتحملها؟ فالحياه لا تخلو. طيب حصل ان الزوج غلط، مد ايده على الزوجه، طبعا غلط، مش صح الكلام ده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولن يضرب خياركم، ولم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم لا امرأة ولا طفلا ولا خادما قط. فهنطلع لمين؟ طيب اتنرفز وضرب وغضبت وزعلت، حقيقة تزعل، لكن ما نتجاوزش الأسباب والمدة الشرعية.